فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل مقيم في الرياض وحصل على تأشيرة زيارة عائلية لأسرته المقيمة في بلاد الكفر وهم يريدون الهجرة، سؤاله: هل يجوز لزوجتي أن تسافر مع أولادها الصغار دون محرم إلى هذا البلد؟ لا، قضية الهجرة يقولون تستثنى، يجوز للمرأة أن تسافر للهجرة بدون محرم إذا احتاجت إلى ذلك، فالهجرة مستثنات ما تحتاج محرم إذا احتاجت إلى ذلك. نعم.